اليوم راح نتابع شرح مبارح اللي هو تبع تشابتر 11 السكشن الثالث اللي هو اذا كان لما نحسب الليمت عند المال نهاية. هسه راح نبلش اذا كان عندي رقم اس مال نهاية اذا كان المطلق له اكبر يعني محصور بين يعني انه المطلق يكون له رقم اقل من الواحد ايش بهاي الحالة بيجي بيكون انه هذا مساوي صفر. طيب اذا كان المطلق له مطلق اكبر من الواحد ايش بس يكون المطلق له does not exact او ايش ما لا نهاية اذا كان موجب. فهمتوا كيف يعني؟ هسا بيجي بنشوف طبيعة كيف الاقترانات. فهمتوا كيف يعني؟ هاي ما فيها شيء الاختلاف. بيجي بعطيني سؤال بقول لك determined انه هذا الاقتران converge ولا diverge. مثلا لو اجي حكالي 2 قوة n تمام، ايش انا مباشر بروح بحكي بحسب الليمت لما n حتقول للما لا نهاية 2 قوة n 2 ما لا نهاية 2 ما لا نهاية حسب القاعدة هون اكبر من الواحد does not exact او ما لا نهاية أو تمام ما بتفرق يعني انه هذا ايش بما انه هيك طلعت convert diverge مش convert. تمام نشوف مثال ثاني بيجي بحكي لي عندي 3n زائد 2 على 2n. تمام بهاي الحالة شو بروح بعمل مباشرة بحسب الليمت عند المالا نهاية. بدك تنتبه لشغلة انه لازم هاي تفكها 3 قوة n مضروبة في 9 اللي هي 3 أس 2 على 2 قوة N. دخلهم مع بعض اللي هو ليمت لما N حتقول للمال النهاية 1.5 يعني 3 على 2 قوة N مضروبة في 9. إيش هذا؟ الرقم هذا بما إنه أكبر من الواحد مال النهاية، مال النهاية 9 في 9 إذن إيش هذا؟ Diverge. إذا كان عندي اللهم صل على سيدنا محمد نشوف كمان مثال إي قوة سالب N. اي قوة سالب ان ايش هذا تروح تحكي مباشرة ليمت لما ان حتقول للمال نهاية اي سالب ان وتساوي واحد على ليمت وتساوي مباشر زي ما احنا عارفين اي سالب مال نهاية وتساوي صفر. اذا ايش هذا كونفيرج. هاي رقم الصفحة 1. نشوف كمان شغلة إذا كان عندي مثلا على سبيل المثال نفس الفكرة هذيك إذا كان عندي 2 قوة 3 N زائد 1 على 5 قوة N بهاي الحالة إيش بروح بعمل؟ ليمت لما N حتقول للمال نهاية مظبوط؟ عندي 2 قوة N لازم تفكها 2 3 N مضروبة في 2 قوة 1 على 5 قوة N وتساوي 2 قوة 3 يعني 8 N. طبعا ليمت لما N حتقول للمال نهاية 8 مضروبة في 2 على 5 قوة N يعني صفت 8 على 5 قوة N مضروبة في 2 ليمت لما N حتقول للمال نهاية 5 على 8 قوة N بما انها اكبر من الواحد اذا ايش مال نهاية اذا ايش هاب دايفيرج. في كمان مثال هاي يعني الفكرة هاي. في عندي كمان نشوف مثال اللي هي 6 قوة N زائد 3 قوة N على 3 N. ممكن توزع البسط على المقام فيها او ممكن ايش روح تعمل او مباشرة تقسم على المعامل الاقل يعني هذا تيجي تحكي تحسب الليمت لما N حتقول للمال نهاية 6 ان يعني هو عبارة عن 2 قوة ان زائد 1 على 1 يعني 2 قوة ان ما لا نهاية 2 قوة ما لا نهاية زائد 1 وتساوي ما لا نهاية دايفيرج. وصلت الفكرة؟ طيب اذا كان عندي كمان مثال على هذا 4 قوة ان زائد 8 قوة N على 8 قوة N تقدر توزع البسط على المقام أو تقدر تقسم على 8 N. كيف يعني؟ نحكي زي هيك لن الآن لما حتقول المال نهاية 4 يعني نص
ان زائد واحد على واحد وتساوي، لما تيجي تحسب المال النهاية حسب القاعدة هاي اللي هون اللي هي مطلقة أقل من الواحد، مطلقة أقل من الواحد اللي هو نص يعني صفر، زائد واحد على واحد وتساوي واحد، إذا إيش؟ كونفيرج. هاي إحدى الأفكار كمان اللي كانت في عندي نظرية أو قاعدة يعني زي يعني إنه بتريحني كتير إذا شفتوها، اللي هي مختصة بالمضروب، اللي هي إذا كانت عندي الليمت لما أن حتقول للمالا نهاية إكس قوة أن على أن مضروب إكس، حيث وير إكس كونستنت، يعني إنه إيش؟ يعني إكس زي ثوابت، زي كيف يعني لو جينا نحكي الليمت هاي مباشرة إيش بتساوي؟ بتساوي صفر. كيف يعني؟ بتحكي الليمت لما أن حتقول للمال النهاية، لو على سبيل المثال حكينا خمسة قوة أن على أن مضروب، مباشرة حسب النظرية حطها صفر. وأي رقم ثاني؟ هسا بدنا نحكي هاي صفحة رقم اثنين. بدي أحكي عن كمان شغلة اللي هي هسا خلصنا النظر. طب هسا إذا كان عندي ساين وكوساين، ساين والكوساين والإيش سالب واحد قوة أن، هضلاك إنهم كانوا يكونوا جاهزات، اقترانات جاهزة. هسا زي هيك كانت هذول، يا من في عندي طريقتين، يا إنه بأجي بحلهم بالعويض مباشر، أو إنه بصير أختصر بالاقترانات، أو إنه بصير أحل على البنشينج ثيرم. البنشينج ثيرم كل اقتران هذول كلياتهم محصورين بين الواحد سالب واحد والواحد، الساين والكوساين لحال. يعني نشوف مثال زي كيف، أنا بحب دائما أحل زي هيك اقترانات على البنشينج ثيرم. تمام، حكيت لك كيف البنشينج ثيرم، تحكي لي إنه يكون عندي هذا الاقتران، بما إنه هذا بحكي لي find the limit، find the limit لهذا الاقتران، أو بيجي بحكي لي حدد لي إنه converge أو diverge أو إلى آخره. إيش بروح بحكي أنا؟ مباشرة بمسك هذا سالب واحد قوة أن، اتفقنا إنها محصورة بين السالب واحد والموجب واحد، ضيف لها أن، يعني أن ناقص واحد أن زائد سالب واحد قوة أن واحد زائد أن. باجي بعدين بحسب الليمت عشان أحقق هذا الشرط، بحكي الليمت لما أن حتقول للمالا نهاية، الليمت لما أن حتقول للمالا نهاية، والليمت لما حتقول للأن للمالا نهاية، واحد زائد أن، أن زائد سالب واحد قوة أن على أن ناقص واحد. تمام، باجي بحسب هاي ما النهايه، هاي ايش راح تطلع؟ ما النهايه، هذا الاقتران نفسه اللي هو، وهاي ما النهايه. اذا ايش الجواب؟ ما النهايه. اذا ايش؟ يا بسميها دايفيرج، يا بسمي يعني او بحط له ما النهايه دايفيرج. تمام، الحال الاقتران الثاني بيجي بحكي لي انه، او نشوف مثال ثاني. اذا كان عندي سالب واحد قوه ان في ان تكعيب على ان تربيع زائد خمسة أن، بهاي الحالة شو بروح بعمل؟ زي ما حكيت لك البنشينج ثيرم، هاي ما راح تعمل لي إشي. هسا بحكي لك كيف، سالب واحد قوة أن بين الواحد والسالب واحد، صح؟ بضربها في أن تكعيب، صارت سالب أن تكعيب سالب واحد في أن تكعيب، وبالمباشرة اقسم على أن تربيع زائد خمسة أن على أن تربيع زائد خمسة أن على أن تربيع زائد خمسة أن. شو صفة الاقتران عندي؟ بيجي بحسب الليمت لهذا أو لهذا، الليمت للمال النهاية، الليمت لما أن حتقول للمال النهاية سالب ثلاثة أن تكعيب سالب أن تكعيب على أن تربيع زائد خمسة أن. هذا كيف بحل كنت؟ أو خذ هذا نفس الإشي، كيف بحل هذا الإشي؟ كيف بحل هذا الاشي؟ باخذ الاس الاكبر، ان تربيع وان تكعيب، يعني ايه صفات سالب ان لما الليمت حتقول للمال النهاية، لما الليمت حتقول للمال النهاية سالب ان وتساوي سالب مال النهاية، اذا ايش؟ دايفرج. جرب حل هذا راح يطلع موجب مال النهاية برضو دايفرج. طب لو اجينا حكينا الساين والكوساين does not exact راح تطلعوا، مثلا على سبيل المثال هاي ثلاث، لو جينا حكينا الساين والكوساين، ناخذ لنا مثال على واحد منهم كوساين
الاثنين انتر بي، لانه هذا فيها فكره زي انتر بي زي هيك. بيجي بحكي لي زي ما اتفقنا هطلاق، بيجي بحكي لي انه ليميت لما ان حتقول للما لا نهايه طبعا بعد الحصر. طب انت بدك تعرف ان الكوساين لان محصوره بين الموجب واحد والسالب واحد، لو اخذنا التربيع ربعها هاي لتصير من الصفر للكوساين التربيع للان للواحد، على ان تربيع اقسم على ان تربيع اقسم على ان تربيع اقسم على ان تربيع، اذا صفت صفر المطلوب واحد على ان تربيع. تمام. هسه بما انه هيك حكينا شو هسه بضل عندي؟ انه احسب الليمت عند المال نهايه. باجي بحكي الليمت لما ان حتقول للمال نهايه، لو اخذت الصفر رح يضلها صفر. طب لو اخذت هاي الليمت لما ان حتقول للمال نهايه واحد على ان تربيع واحد على ان تربيع وتساوي واحد على المال نهايه وتساوي صفر، اذا ايش الجواب؟ رح يطلع صفر، وتساوي الليمت لهاي صفر.